طابت أوقاتكم. هل يمكن أن تكون الموسيقى عنصرية أو تستثمر سياسيا؟ الجواب نعم، ولكن قبل الخوض في الموضوع سأحكي لكم أسرار قصيدتي وأغنية قدك المياس عمري، إحدى أشهر الأغاني الحلبية والعربية في القرن العشرين. لها قصص وحكايات ومتاهات تقودنا إلى عبقري الموسيقى العربية والتركية عثمان أفندي الموصلي، أحد ملوك النغم والقراءات والشعر الصوفي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين. عثمان بن الحاج عبد الله بن عمر ولد في الموصل سنة 1854 وتوفي في بغداد سنة 1923. توفي والده حين كان في السابعة، وفي التاسعة من عمره أصيب بالجدري وفقد بصره. عاش في بغداد وحلب ودمشق واسطنبول والقاهرة. أخذ علوم العربية عن الشيخ محمود شكري الألوسي، وأجازه الشيخ يوسف عجور في القراءات العشر. تتلمذ عليه في الموسيقى سيد درويش في دمشق التي عاش فيها 3 سنوات، وكان مقربا من السلطان عبد الحميد ومشهورا في اسطنبول، ملحنا كبيرا وقارئا أول للقرآن الكريم، وكتب ولحن مئات الموشحات والأناشيد الصوفية التي تحولت إلى أغنيات غزلية بعده، ومنها يا من لعبت به شموله، فوق النخل فوق، ربيتك صغيرون حسن، ويم العيون السود. وإليه أيضا تنسب أغنية قدك المياس ألحانا وكلمات، إنما من غير دليل سوى شهادات طلابه والباحثين الذين كتبوا عنه أمثال عادل البكري ودكتور محمد صديق الجليلي، وكثر غيرهم نسبوا كلمات الأغنية ولحنها للرجل. الثابت أن الموسيقار عثمان الموصلي لحن واحدة من أشهر أغاني التراث التركي، أدا سهل رندي بكليوروم، أنتظرك على شواطئ الجزيرة، وهو نفسه لحن قدك المياس ويا ليل الصب متى غده. وهذه الأغاني كلها ظهرت في بدايات القرن العشرين عز نشاط الملا عثمان الموصلي. فأقدم تسجيل معروف لأغنية قدك المياس وفق ما وثق الباحث الموسيقي الدكتور سعد الله أغا القلعة في موقعه على الأنترنت هو بصوت اللبناني فرج الله بيضة عام 1907، وبكلمات مختلفة تماما عن الكلمات التي شاعت على لسان صباح فخري باستثناء اللازمة فهي واحدة: قدك المياس يا عمري يا غصين البان كاليسري، أنت أحلى الناس في نظري، جل من سواك يا قمري. أما أقدم تسجيل باللحن نفسه لقصيدة أبي الحسن القيرواني يا ليل الصب متى غده، والتي غنتها السيدة فيروز لاحقا، فيعود إلى حدود العام 1910. التسجيل كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك نسخة يونانية من قدك المياس باللحن نفسه، ظهر أقدم تسجيل لها عام 1929 بعنوان ماتيامو. كلمات قدك المياس تحورت كثيرا باختلاف الزمان والمكان، والنسخة الفخرية الشهيرة منها نسبة إلى صباح فخري لا تحمل من الأصل إلا المطلع، على أن الأصل مجهول، فلا وجود للقصيدة بين أيدينا، ولم يتمكن أحد إلى اليوم من الوصول إلى نسختها الأصل أو معرفة صاحبها. لكن كل شيء فيها يقودنا نحو احتمال وحيد: الشاعر والموسيقي والمقرئ الفذ الملا عثمان أفندي الموصلي. ولكن بعد عثمان الموصلي ومع إعلان الجمهورية التركية حدث انقلاب على كل ما يمت للشرق بصلة، بدءا من اللغة واللباس وليس انتهاء بالموسيقى، فمنعت الموسيقى الشرقية وأصبح مفتاح الصول مفتاحين، واحد للعربي وآخر للترك. تفسير العلاقات السياسية بين العرب والأتراك من خلال الموسيقى هو ملف حلقة اليوم من ضمائر متصلة، وسيكون معنا مدقق ترجمة كتاب وحدة الموسيقى العربية والتركية في القرن العشرين لمؤلفه مراد أوزيلدرم، والصادر حديثا بترجمة ملاك أوزديمير. ولكن دعونا نتابع أولا هذا التعريف الموجز بتاريخ العلاقات الموسيقية العربية التركية.
لمناقشة الموضوع يسرني أن أرحب بالمترجم عن اللغة التركية أحمد زكريا. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ ياسر ومشاهدي برنامجك الكرام. أهلا وسهلا عزيزي. الحقيقة الكتاب الذي يعني ترجمته ملاك إزدمير وراجعته حضرتك كتاب صادر حديثا ومهم جدا، يعني يفسر العلاقة سياسيا بين العرب والأتراك إبان الدولة العثمانية. طيب، العلاقة بين الموسيقى العربية والتركية أحمد أقدم من الدولة العثمانية وفق ما ورد في مقدمة الكتاب. حدثنا بداية عن تاريخ التداخل الموسيقي العربي التركي كما ورد في كتاب مراد أوزيلدر. الباحث التركي مراد أوزيلدر شايف من البداية أنه بعيدا حتى عن مسألة الموسيقى، أنه العلاقة العربية التركية طبعا هي أقدم من علاقة الدولة العثمانية، حيث يرى أن مسألة تشارك العرب والأتراك لنفس الجغرافيا لم يحدث مع ضم الإمبراطورية العثمانية إلى هذه الأراضي العربية. نعم. كما يقول، فبعد اعتناق الأتراك للإسلام عملوا كجنود للخليفة في بغداد. لهذا السبب يعود أول وصول للأتراك إلى العراق إلى عام تقريبا 654، حيث اصطحب عبيد الله بن زياد أحد قادة الخليفة معاوية 2000 جندي تركي واستقروا في البصرة بعد غاراته على بخارى. يعني في القرن الأول الهجري، القرن السابع الميلادي، القرن الأول الهجري. نعم نعم نعم، بعد اعتناق الأتراك مباشرة للإسلام. طبعا لم يقتصر الأمر على الجنود، بدأ أعداد كثيرة من الأتراك تتوافد إلى هذه المنطقة وانتشروا تدريجيا في سوريا ولبنان ومصر. كما أن هناك يرى الباحث أن الإدارات التركية في الأراضي العربية، هناك دول مثل أبناء طولون وإخشيد والمماليك كانت تذكر كدول تركية أيضا. نعم. التداخل الموسيقي بدأ منذ ذلك الوقت. يعني هو كمان يتحدث الباحث عن دور التكايا الصوفية. أيوة. في نشر وحيد الموسيقى. طبعا التكايا الصوفية كما يظن أيضا، ليس كما يظن، أنها كانت فقط للموسيقى الدينية. كان أنواع، يعني أنواع مختلفة من الموسيقى في هذه التكايا التي انتشرت في الأراضي العثمانية الشاسعة، والتي كانت سببا في تعرف العرب والأتراك على الموسيقتين. يعني نعم، وهذا أعتقد يعود إلى الدولة السلجوقية بداية في، يعني في القرن 12 و13 للميلاد. يعني طبعا طبعا، وما قبل ذلك وقبل. نعم. أيضا. طيب عزيزي. نعم. ولكن بعد ذلك حدثت القطيعة. في عام 1934 منعت الموسيقى الكلاسيكية الشرقية من الإذاعات التركية، وقبل ذلك عام 1926 منع تعليمها في دار الألحان باسطنبول. كان أحد انقلاب على تركيا الشرقية في اللباس والعادات والقوانين واللغة وكذلك الموسيقى. حسب ما جاء في الكتاب، ضياء جوك ألب واضع كتاب مبادئ القومية التركية عام 1923 حذر من الموسيقى التركية الكلاسيكية وأوصى بمنعها لأنها مأخوذة عن العرب والفرس وفق قوله. القضية يا أحمد إذن سياسية قومية. بكل تأكيد قضية أيديولوجية سياسية قومية في المقام الأول. قبل ندخل إلى هذا الأمر سريعا، نقول في سطرين حتى. نعم. لا يفهم حديث خطأ. نعم. أن تركيا يعني أن هناك فضل كبير لمصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ولو له عسكريا لما كانت تركيا بحدودها الآن بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى والاحتلال الذي حدث لتركيا. نعم. حتى لا نكون منصفين. نعم. ولكن يبدو أن الرجل لم يكن في النواحي السياسية والثقافية وما إلى ذلك، لم يكن بنفس المهارة التي كان عليها كعسكري. فهل كان الأمر سياسي؟ طبعا كان سياسي. الأمر نوقش في البرلمان. هل تناقش الموسيقى في البرلمان؟ القرار صدر
من وزير الداخلية هو الذي أصدر قرار المنع. وزير الداخلية وليس وزير الثقافة إطلاقا، وزير الثقافة إطلاقا، وزير الداخلية هو الذي أصدر قرارا بمنع هذه الموسيقى ومنعها في الأماكن العامة وفي الإذاعة وطبعا لم يكن فقط آراء، طبعا أثرت آراء اللي هو يقال عنه أبو القومية التركية ضياء جوكال أثرت، لكن كان في أشخاص، كان الجو مهيئا كمان أستاذ ياسر في ذلك الوقت. مسألة صعود، لا تنسى يعني يجب ألا ننزع الأمر كمان من سياقه، من سياقه التاريخي صحيح، من سياقه التاريخي. كانت النزعة القومية في بدايتها على أشدها، وكما يقول صحيح. المؤرخ التركي البارز البير أورتايلي قال رأيا عجيبا في هذا الأمر، قال إن القومية التركية نشأت على الحدود بين الدماء. كيف؟ أيوة. بمعنى أنه في فترة الانهيار الدولة العثمانية والحروب وما إلى ذلك ونشأت القومية في البلقان، كانوا يريدون الاستقلال وقومية مستقلة، والعرب قومية مستقلة وكذا، ومن هنا الأتراك وجدوا أنفسهم يبحثون أيضا عن قومية يريدون أن، فيجب أن لا يؤخذ الأمر بعيدا عن سياقه صحيح. لكن طبعا كانت مسألة سياسية قومية تماما، ولكن لم يحدث مثل ما حدث في مسألة العادات واللغة، تغيير اللغة وما إلى ذلك. الموسيقى لم يستطع أحد أن يمنعها، وكما سنرى في الكتاب. طيب عزيزي أحمد، بعد هذا المنع الرسمي يعني لا يمكن محاصرة الشعب في خياراته الثقافية، اتجه الأتراك إلى الإذاعات العربية المصرية خاصة، وصار نجوم المرحلة عندهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ما دفعهم أيضا للتعرف إلى السينما المصرية التي ازدهرت وقتها في تركيا أيما ازدهار. كيف يصف مؤلف الكتاب تلك الحقبة؟ الباحث مراد أوزيلدرم بيتكلم عن مفارقة العجيبة التي حدثت في ذلك الوقت، زي ما حضرتك قلت أنه اتجه الناس الأتراك إلى الإذاعة العربية وتحديدا الإذاعة المصرية، وبدأوا بالاستماع إلى محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وليلى مراد وهذه الأصوات في تلك الفترة. وبمجرد أن انتشرت الأفلام الغنائية في مطلع الأربعينيات وجاءت إلى تركيا، حتى أصبح هؤلاء نجوما صف أول كما يقال في تركيا، تحديدا عبد الوهاب وأم كلثوم. وأفلام عبد الوهاب، يعني عبد الوهاب كان نجم شباك كما يقال. دعني أقرأ لك شهادة لأحد أبرز المؤرخين الأتراك عن هذا الموضوع، المؤرخ يلماز أوزتونا يتحدث عن ذلك، يقول إنما حدث في الحياة الثقافية التركية أنذاك مثال يجب أن يحتذى به، فقد شهد هذا الفيلم، يقصد فيلم دموع الحب لمحمد عبد الوهاب، فقد شهد هذا الفيلم إقبالا جماهيريا لا مثيل له، واحتشدت جموع كبيرة أمام دور السينما في اسطنبول، وامتدت الطوابير أمطارا طويلة حتى كاد المحتشدون أن يطأ بعضهم بعضا بطريقة غير مسبوقة ليتمكنوا من العثور على مكان لهم داخل دور العرض. وقد ذكر في نص الإعلان الذي نشر في جريدة سون بوست في 1 يناير عام 1939 أنه على الرغم من العواصف وموجة البرد والأمطار والوحل التي كانت تشهدها اسطنبول آنذاك، فلم يكترث سكان اسطنبول بكل ذاك، وتوافدوا على سينما شهزادة باشي فرح من جميع أنحاء اسطنبول لمشاهدة فيلم دموع الحب مع الكلمات التركية والأغاني العربية، ولم تكن دور السينما تكفي كل هذه الأعداد. وقيل في الإعلان أيضا إن الناس يهرعون من أحياء كاديكوي وأسكودار وبوعازيتشي وبشكتاش ومن كل منطقة في اسطنبول لمشاهدة فيلم دموع الحب، وأعلن عن سجل الإيرادات المبهر للفيلم، 120,000 شخص شاهدوا فيلم دموع الحب في سينما تقسيم في غضون 4 أسابيع، و150,000 شخص شاهدوه في سينما شهزادة باشي فرح في غضون 4 أسابيع أيضا. فطبعا من هذه الشهادة نفهم كيف كان الإقبال كبيرا على هذه الأفلام، وأيضا نفهم أستاذ ياسر من الصفحات التي أفردتها المجلات الفنية في تركيا
لعبد الوهاب وأم كلثوم وليلى مراد وأنور وجدي في تلك الفترة، في فصل خصصه الكاتب لهذه الحوارات يمكن الرجوع إليه في الكتاب. جميل جميل. طيب عزيزي أحمد، يعني تحدثنا في بداية الحلقة عن عثمان أفندي الموصلي، ملحن أضصها لرندي بكليورم، ودوره العظيم في الموسيقى التركية أو الموسيقى العثمانية. وأيضا حسب ما ورد في الكتاب، للموسيقيين الأتراك دور مؤثر في الموسيقى العربية ومعاهدها في بلاد الشام ومصر والعراق، ماذا عن هذا الدور؟ طبعا بالنسبة للموسيقى اللي حضرتك قلت عنه الكبير، ليس فقط من العراق. دعني أقول قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أحد أبرز الشعراء، يعني مثل أحمد شوقي عندنا الأتراك، هو شاعر أحمد هاشم، وهو أصله من العراق، وجده هو المفسر الألوسي الكبير، مفسر نعم أحد. فالذين يريدون أن يفصلوا ثقافيا بين العرب والأتراك، هذه محاولات أثبت الزمن أنها فاشلة. يعني بالنسبة للدور الكبير الذي لعبه بعض الموسيقيين الأتراك في هذا السياق، طبعا شارك مثلا رفيق فرسان الموسيقي والملحن والمنظر الموسيقي، هو وزوجته عازفة الكمان الفاخرة فرسان، في تأسيس معهد الموسيقى الشرقية في دمشق، حيث دعي عام 1948 إلى دمشق، وتم استقبالهم استقبال كبير. هو نفسه كتب في مذكراته كيف احتفى أهل يعني المثقفون وحتى السياسيون في دمشق به آنذاك. وأيضا هناك مشاركة مهمة لشخص ظلم بين العرب والأتراك، وهو الشريف محي الدين تارجان، المعروف عربيا بالشريف محي الدين حيدر، وهو أحد أفراد عائلات الحجاز الشريفة. نعم. هذا الرجل شارك في تأسيس المعهد الموسيقي في بغداد، وعاش طبعا هو من أحد يعني كبار الموسيقيين، هو يعتبر يعني أستاذ المدرسة العراقية في الموسيقى. هو أيضا أستاذ منير بشير وجميل بشير. جميل. لكن نعم نعم، يعني بعد أن عاد إلى اسطنبول عام 34، للأسف لم يجد عملا في اسطنبول، لأنه كان من الأشراف، وكان طردت العائلة يعني الأشراف مع العائلة السلطانية العثمانية. نعم. وللأسف لم يستطع حتى أن يعمل في معهد الموسيقى في تركيا، ولكن من حسن الحظ أن نستفيد به نحن، حيث أسس معهد الموسيقى في بغداد، وأخرج لنا يعني العديد، يعني أنتج ألف العديد من الألحان المهمة، وأيضا الموسيقيين المهمين مثل منير بشير وجميل بشير، و من بعدهم نصير شمل، زي هو امتداد لنفس المدرسة. صحيح. وما زال هذا التداخل أخي أحمد حاضرا وموجودا، ونجد عشرات الأغاني بلحن واحد ونسختين تركية وعربية، حتى الأغاني الجديدة، ما يدل أن هذا الانفصام وهذا الانفصال لا يمكن أن يحدثه قرار سياسي، فثقافة الشعوب فوق ذلك. يعني تجد دائما المخارج، وإن شاء الله سنجد المخرج من هذا المأزق الحضاري الثقافي الذي نعيشه الآن ما بين الحالة التركية والحالة العربية. وأشكرك شكرا جزيلا المترجم والأديب المصري أحمد زكريا، كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. واحدة من أشهر قصص الحب في العصر الحديث، بطلاها النجم العالمي عمر الشريف وفاتن حمامة سيدة الشاشة العربية. في العام 1954 أتاح المخرج العالمي يوسف شاهين لصديقه الممثل المسرحي وقتها ميشيل ديمتري شلهوب دور البطولة في فيلم صراع في الوادي أمام النجمة فاتن حمامة، ومن هنا انطلقت شهرة ميشيل شلهوب في عالم التمثيل، ليأخذ بعدها اسمه الفني عمر الشريف، ولتبدأ أيضا قصة حب خلدت في ذاكرة السينما العربية بعد قبلة شهيرة في ذلك الفيلم. ولم يتأخر العاشقان في إعلان حبهما،
فطلقت فاتن حمامة زوجها آنذاك المخرج عز الدين ذو الفقار، وفورا طلبها عمر الشريف للزواج، فوافقت على أن يعلن إسلامه، وبالفعل أعلن الرجل إسلامه، وكان مسيحيا كاثوليكيا ولا علاقة له باليهودية كما يروى أحيانا. عاش الزوجان في سبات ونبات، وخلفوا ابنهما الوحيد طارق عام 1957، وجمعتهما 6 أفلام سينمائية قبل أن يلمع نجم عمر الشريف في السينما الأمريكية بعد فيلم لورنس العرب 1962، لينتقل نشاطه الفني إلى هناك وليصبح واحدا من أشهر نجوم السينما العالمية. هنا تتضارب القصص وشهادات الشهود عن سبب برود العلاقة بين عمر وفاتن، وصولا إلى انفصالهما عام 1974. فهناك حديث عن غيرة فاتن من نجاحات عمر الشريف العالمية، وهناك من يتحدث عن خيانات عمر الشريف وعلاقاته بنجمات عالميات، وحديث أخير عن أن عمر لم يحب فاتن أبدا، بل كان يجري وراء كل الستات، وهو ما ينفيه قطعا عزوف الرجل عن الزواج بعد انفصاله عن فاتن حمامة، مصرحا أنه لم يحب غيرها ولا يريد أن يتشارك حياته مع واحدة بعدها، فبقي وحيدا إلى حين رحيله في تموز 2015، العام نفسه الذي رحلت في بدايته فاتن حمامة. وأيضا ما يثبت حبه وفتونه بفاتن هو أنه عندما أصيب بالزهايمر قبل وفاته بأشهر لم يكن يتذكر إلا أنه كان ممثلا مشهورا، وأنه كان يحب فاتن حمامة وكان يطلب أن يراها. قال عمر الشريف: لم أتخاصم أبدا مع فاتن حمامة، ولا جرى بيننا أي سوء تفاهم، ولكن في فترة من الفترات كنت أعمل كثيرا، أسافر كثيرا، وفاتن لم تتحمل ذلك. طبعا هي حاولت أن تكون بجانبي وبجانب ابننا طارق الذي كان يدرس في باريس في ذلك الوقت، لكن من الصعب على امرأة شرقية كفاتن حمامة أن تتخلى هكذا دفعة واحدة عن تقاليدها ونمط حياتها لتعيش في أوروبا. حياة أوروبا صعبة وهي غير حياتنا نحن الشرقيين، وفاتن اشتاقت لعملها وحياتها وجوها الطبيعي، ثم إنها ممثلة وليست امرأة عادية، وكان لابد أن تعود لعطائها. هكذا قال عمر الشريف. وخارج السياق أيها الأحبة، لابد من ذكر تفصيل مهم في حياة عمر الشريف، وهو أنه كان جزءا خفيا من اتفاقات كامب ديفيد، فقد استعان به السادات لجس نبض الإسرائيليين تجاه زيارته المزمعة لإسرائيل وقتها. يقول عمر الشريف عن تلك الحادثة أنه عندما كان في باريس تلقى اتصالا من السادات يسأله فيه: لو رحت إسرائيل حيرحبوا بي؟ ولما أجاب الشريف بعدم معرفته طلب منه السادات أن يسأل مناحم بيغن عن طريق أصحابه اليهود في الوسط الفني، فذهب عمر الشريف إلى السفارة الإسرائيلية في باريس، وبعد لقاء السفير طلب منه أن يوصله برئيس وزراء إسرائيل وقتها مناحم بيغن ليسأله: لو سافر السادات إلى إسرائيل من أجل السلام كيف تستقبلونه هناك؟ فأجابه بيغن: سنستقبله استقبال المسيح. وهذا ما حدث، ومن هنا بدأت مصيبة التطبيع. حلقتنا انتهت أيها الأحبة، أراكم السبت القابل بإذن الله، دمتم في حفظ الله سالمين.